بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالشعب الجزائري. مشروع الفرصة هو فيه فرصة للجزائريين، فيه أمل للجزائريين. مشروع الفرصة فيه 62 تعهد تبرك بسنوات الاستقلال من أجل أن نجسد للجزائريين الأمل، ومن أجل أن نجسد للجزائريين التفاؤل، من أجل أن نجعل الجزائريين يعيشوا في وطنهم، من أجل أن الجزائريين يتمسكوا بوطنهم، يتمسكوا بوحدة بلادهم، يتمسكوا بخدمة بلادهم، يتمسكوا بتنمية بلادهم. هذا هو مشروعنا السياسي، مشروع جزائري فيه فرصة للجزائر والجزائريين، فيه فرصة للشباب، فيه فرصة للنساء، فيه فرصة للمستثمرين، فيه فرصة للتجار، فيه فرصة للعمال، فيه فرصة للمتقاعدين، فيه فرصة للفنانين، فيه فرصة للصناعيين. كل هذه الفئات يا إخواني جعلنا لهم تعهدات تحقق لهم الطموحات متاعهم. أنا قلت لازم نوفروا لشبابنا مناصب عمل وما نخليهمش البطالة. الجماعة اللي راهم يظلوا يتبعوا فينا ويظلوا يشيعوا علينا ويظلوا يتكلموا علينا قال لك رايحين ينحيوا، احنا رايحين نوفروا للشباب مناصب عمل، ماناش باش نخليهم في البطاله، احنا رايحين نوفروا للشباب مناصب عمل ينتقلوا لها بالتدرج من خلال القضاء على هذه الافه اللي خلاتهم يفكروا كما سبق وقلت في الحرقه وفي المخدرات وفي المهلوسات اللي راهي شاغلتهم واللي راهي ما تخليهمش يكونوا ايجابيين. لازم نعملوا يا اخواني على ان نستغل المقدرات الحقيقيه نتاع هذه الولايه ونتاع هذا الوطن. احنا لما نتكلموا يا اخواني على المؤشرات الاقتصاديه تاع البلاد نقولوا ان بلادنا استطاعت ان تنجز العديد من المشاريع، واحنا بالمناسبه مشروعنا السياسي ومشروعنا اللي راهم متقدمين به واسلوبنا في العمل ماهوش اسلوب تدميري. ما نسرنا جايين نقول لكم يا جماعه البلاد ما فيها والو باش نيأسوكم، وبلاد ما خدمت والو وباش نقنطوكم، وبلاد ما دارت والو باش نسودوا لكم صوره البلاد. لا، احنا ناس ايجابيين ونقولوا باللي بلادنا كان فيها انجازات وكان فيها اعمال ولكن ما حققش التنميه الحقيقيه للبلاد، ما زال عندنا مشاكل. اخواني الافاضل، مشروعنا الاقتصادي هو مشروعنا السياسي، مشروع الفرصه هو فرصه لتحقيق السكينه الاجتماعيه، نجعل الاسره محفوظه ونحفظ الاسره من التفكك ونحفظ الأسرة الجزائرية من كل المؤثرات اللي تخليها ربما تعيش حالات الطلاق وحالة الخلع وحالة التفتت الاجتماعي اللي ما تساهمش في الاستقرار. احنا مشروعنا يا إخواني يقوم على أنه الجزائر لازم يكون عندها دور كبير في الساحة الدولية والإقليمية. الجزائر عندها الإمكانيات، الجزائر عندها مواقف تاريخية، الجزائر عندها مواقف مناصرة للشعوب، ولكن باش نكونوا أقوياء لازم شعبنا يلتف حول مؤسساتنا.